هل هناك دوافع سياسية؟ هل من دوافع سياسية وراء هذا الاتهام وتصدير الموضوع من جديد؟ نعم، ربما يكون هناك بواعث أيضا سواء في الولايات المتحدة أو في غيرها من الدول بما فيها ليبيا. البواعث في الولايات المتحدة ربما شعبية بايدن التي حقق في شكل انحداري، فعملية إثارة هذه الملفات ربما ترجع بنوع من رفع الأسماء الفعلية والقيمة الفعلية لما يتعلق بالموجودين والمؤيدين، لكن في المقابل أيضا ربما يتم توظيف المشهد من قبل الوضع السياسي في ليبيا. ومع هذا وذاك، الحقيقة العدالة لا شك أن الجميع ينشدها، ليبية كانت أو دولية، لكن أيضا يجب أن يكون قالة للقضاء الليبي النزيه. لا شك أن هناك لدينا ضعف، ولكن أيضا في المقابل لا يمكن القول بقبول إمكانية تسليم مواطن دون إجراءات قانونية وضبطية سليمة. فهل تم عرض ذلك؟ وهل تم استيفائه؟ وكيف تم تسليمه؟ وما هي الإجراءات؟ ومن الآمر بذلك؟ وهل يملك صلاحية؟ كل تلك أسئلة مشروعة، خاصة في ظل الظروف الحرجة والغموض السياسي. إذن